بالنسبة لشهر رمضان ديما ماذا بينا نحافظ على تغذية سليمة باش نجمو نتمتعوا بالفوائد نتاع الصيام. بطبيعة كي يقولوا تغذية سليمة اللي هي أول حاجة ماذا بينا نمشيو للأطعمة اللي تكون طبيعية، معناتها الخضرة الغلة اللحم الحوت الدجاج الحاجات اللي هي ما تكونش مصنعة وفيها مضافات غذائية. نحاول نحافظوا قدر الإمكان على وجبتين وإلا ثلاثة اللي هما شق الفطر والسحور، خاصة نأكد على أهمية السحور راهو عنده نفس الأهمية كيما شق الفطر، ونجمو نزيدوا نبجة صغيرة في السهرية هكيك يكونوا عندنا ثلاثة وجبات كيما في الفطار بالضبط، وهذا باش ما يقلقش من بعد رجوع للنسق العادي للأكل بعد شهر رمضان. بالنسبة للشق الفطر ديما ماذا بينا يكون معناتها فيه أكثر خضرة اللي هي تحسس بالشبع وتعطينا ألياف، الألياف اللي هما يحسنوا عملية الهضم زادة. دونك لهنا نبداو ديما بكاس الماء، نحاولوا ناخذوا بين كعبة ثلاثة كعبات دقلة للناس اللي مستانسة بها، ونتفاداو الزبدة والشامية لأنهم راهم فيهم برشا حرارات واللي هما ينجموا يؤديوا لزيادة في الميزان. بطبيعة الشوربة بتاعنا تكون حاجة لازمة، نحاول نزيدوا فيها قدر الإمكان الخضرة كيف ما قلنا باش تكون غنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية. الطبق الرئيسي باش يكون يا إما خبز وإلا معجنات، بنحاولوا نتفاداو أنو ناكلوا الخبز والعجين مع بعضهم على خاطر هذا ينجم يقلق الهضم، وزاده كيف كيف ينجم يؤدي لزياده في الميزان. بطبيعه المقلي بصفه عامه ماهوش من الممنوعات، ولكن نحاول نقصوا منه قدر الامكان، نقولوا مره في الجمعه، معناتها ما نجموش مثلا ناخذوا البيكه المقليه كل يوم على خاطر الزيوت هذيك هي زاده اللي تنعكس سلبيا على الصحه نتاعنا. الحاجه الحلوه بالنسبه للاشخاص اللي ما عندهمش زياده في الميزان، ما عندهمش مشاكل صحيه، راهي زاده كيف كيف ماهيش ممنوعه، ونجموا ناخذوها بعد شق الفطر بالضبط باش نتفاداو طلوع السكر اللي هو ينجم يقلق. السهرية تنجم تكون حاجات معناتها كيما مثلا غلة فاكهة زوزة لوز، تنجم تكون دي جو دو فروي اللي هما باهيين برشا يعاونوا زادة باش يريو الجسم نتاعنا بعد نهار تاع الصيام. أكد زادة على أنه الرايب البن والياغورت الطبيعي يكونوا موجودين على خاطر يعطيو الكالسيوم، وخاصة على خاطر ماهمش مالحين ماهمش حلوين، دونك حاجة تعاون بالكدا باش نجمو ناخذوها في السهرية وإلا في السحور. وجبة السحور كيف ما قلت قبيلة راهي مهمة برشا، الناس اللي تفيق تتسحر هذيك أحسن حاجة ديما ماذا بينا ناخذوها آخر وقت، الناس اللي ما تنجمش على الأقل ياخذوها قبل ما يرقدوا. دونك نجم تكون معناتها بسيسة، نجم تكون ذرع، نحاول نحليه مثلا بالعسل اللي كان موجود وإلا بالتمر، نجم نحليه بالدقلة زي كيف كيف نتفاداو إضافة السكر، نجم ناخذوا كيف ما قلنا الغلة، الحاجات اللي هي تغذي وفي نفس الوقت تكون خفيفة على المعدة بتاعنا. يعني تقريبا النصائح العامة، بطبيعة شرب الماء يكون مقسم، ما نشربوش الماء على مرة واحدة، معناتها باش يكون في شق الفطر في السهرية وفي السحور بين إيترا إيترا ونص، نقولوا على أقل معناتها أقل حاجة.